الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة. مرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق اول محمد حمدان دقلو. كان النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وصل الى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي إن تركيا نقلت آلاف الإرهابيين إلى ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي أضاف المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت القوات التركية في مطار معتيقة وتمكنت من تدمير كميات كبيرة من الأسلحة خلال الأيام الماضية. كما نوه المسماري إلى صعوبة وضع إطار زمني لمعركة طرابلس لأن الجيش الوطني يقاتل إرهابيين مختبئين بوسط مدنيين. قتل عناصر من قوات الحوثي في اليمن بينهم قيادي ميداني في معارك مع الجيش اليمني بشمال شرق محافظة تعز. وفي غضون هذا شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع لقوات الحوثي غربي محافظة الضالع. أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحوثية وعن تكبيدها لخسائر في العتاد. طالب البرلمان العراقي بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية منعا لتفشي كورونا. وذكرت اللجنة أنه من منطلق وقاية البلد مما يصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، فالبرلمان يطالب الحكومة وخلية الأزمة المشكلة بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة. أعلنت إيران عن ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد إلى 724 حالة. وفي الوقت نفسه قالت طهران إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده قد تلجأ إلى فرض العزل الذاتي على المواطنين عند الضرورة. أضاف أنه قد يتم حظر التجمعات الكبيرة فضلا عن خطة محتملة لعزل كبار السن لمدة 4 أشهر. يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات حول شخصية النائب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. من المقرر أن يستمع الرئيس الإسرائيلي في اجتماعات منفصلة مع ممثلين الأحزاب الثمانية الممثلة بالكنيست لتوصياتها للنائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.